صراحة بلغت مجمل وزن المواد المضبوطة من قبل مفارز مدير عام مكافحة المخدرات إلى 84 كيلوغرام و500 غرام. العراق وللأسف أصبح بتزايد مستمر ومفزع بتجارة وتعاطي المخدرات خلال السنوات الأخيرة. حالات الإدمان هي الكريستال، بالأساس هي المادة الشينية اللي أخذتها. كريستال. طائرة تتحدثون عن إحصائية عن ما تم القبض، يعني ما تم القبض عليه وليس ما واقع في الشارع العراقي. يستخدمون طريق تليفون مروجين. أي شباب مروجين يقعد يمه ونسعى ويقنعه. المصحات اللي موجودة عندنا شنو وضعها حسب تقديركم؟ عددها كافي؟ معظم الوقت نسبة الإشغال 60 إلى 80%. ما كنت تسمع عن المخدرات قبل لا تأخذها؟ الصراحة